تنسب إمارة ناكور إلى مؤسسها صالح بن منصور الحميري المعروف بالعبد الصالح، الذي استخلص ناكور لنفسه ثم أقطعها إياه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. استمر صالح بن منصور أميرا على تمسمان وقبائل صنهاجة وغمارة بشمال المغرب الأقصى إلى حين وفاته، وفي عهده كانت إمارته مركزا هاما للتبشير بالإسلام وتعليم الناس أصول ومبادئ الدين. ثم استمرت الإمارة في أبنائه، وبدأ بناء مدينة ناكور على يد إدريس بن صالح، وأكملها ابنه سعيد بن إدريس. تعرضت ناكور لغزو الفرنجة الذين استباحوها، لكن سعيد بن إدريس استطاع أن يردهم. ثم تغلب على ناكور عامل الفاطميين على تاهرت مصالح بن حبوس، وقتل أمراءها وبعث برؤوسهم إلى رقادة فطيف بها في الشوارع.